شاركت مصر في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقد افتراضيا عبر الفيديو كونفرنس لبحث عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية. أكدت مصر في كلمتها خلال الاجتماع على اعتزازها بكونها إحدى كبريات الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مشددة على موقفها الداعي إلى ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية للنزاعات والملكية الإفريقية لهذه الحلول وتوفير التمويل الملائم والمستدام لعمليات حفظ السلام لإنجاحها في أداء مهامها، بجانب تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتدعيم المشاركة النسائية في عمليات حفظ السلام، فضلا عن الاهتمام بشكل خاص بمسألة أمن وسلامة حفظ السلام في ظل الارتفاع الملحوظ للعمليات العدائية التي تستهدفهم.